سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية. أحبائي وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية، اليوم العالمي للحماية المدنية، شكون اللي يعرفه؟ شكون اللي يعرفه؟ شكون اللي يعرفه؟ قولي لي بنتي، أعطوا لها الميكرو للشاطرة هذيك، تعالي تعالي، روحي روحي، تعالي جيبوها مباشرة بين الشطرة، يلا تعالي تعالي، خلوها تفوت، تعالي بنتي أرواحي أرواحي، تعالى تعالى، طلعوا هذا، طلعوا صديقي، واسمك أيمن، أنور أنور أنور، تعالى تعالى أنور، أروح أروح وليدي أروح، بالعقل يلا يلا، بالعقل بالعقل، يلا أنور، أرواح 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 أرواح، وش راك؟ صباح أنور، أك مليح؟ نح، عجبك الحال؟ نح، عجبتك الحفلة؟ نح، الله يبارك، تبقى معنا؟ تبقى معنا؟ خلاص، خلوه معنا، تهلوا فيها، يلا، إذن وراء الشطرة هذيك؟ وراء الشطرة؟ الشطرة اللي جاوبت، وش بيها؟ ماشي مشكل، معليش، وراي الشطرة طلعت ولا مازال؟ تعالي بنتي تعالي، روحي الشطرة بنتي، واسمك؟ رزان. رزان، شحال في عمرك رزان؟ 12 سنة. 12 سنة، شاطرة في دراسة؟ نعم. الله يبارك، شحال جبتي المعدل؟ 16. شحال؟ 16. 16، واو، تصفيق عليها، تصفيق عليها، أنا نبغي اللي يقراو بزاف. أنا نحب اللي يقراو مليح، تصفيق عليها. إذن بنتي وقتاش اليوم العالمي للحماية المدنية؟ 1 مارس. وقتاش؟ 1 مارس. 1 مارس هو اليوم العالمي للحماية المدنية. أعطيني الهدية تاعها، أعطيني الهدية تاعها، رزان الشاطرة هذه، أعطيني، شكرا شكرا بنتي. إذن رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها وقعدي معنا، ديروا لها بلاصة شابة شابة شابة، يلا بنتي ابقاي معنا، وعمو يزيد راح يغني لكم. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، باش ما يزعفوش علينا رجال الحماية المدنية اللي نحبوهم ونقدروهم
واليوم راح نديروا لهم درنا تقدير للشرطة الجزائرية، درك نديروا تقدير للحماية المدنية. يلا مع أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار. يلا ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء يقتحم ألسنة النار في يده خرطوم الماء، في يده خرطوم الماء يا له من بطل مغوار ينقذ أطفالا ونساء، ينقذ أطفالا ونساء معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا النفس فداء يقوم بمجهود جبار عمل شاق فيه عناء، عمل شاق فيه عناء ويجازف رغم الأخطار وهب لنا النفس فداء، وهب لنا معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز من ذوي الأخيار تحملت شتى الأعباء لخدمة ومنع الأضرار، لخدمة ومنع الأضرار فأنت مثل العظماء ورمز من ذوي الأخيار، ورمز معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة شجاع باسل شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. شكرا شكرا شكرا. وش بيها تبكي؟ أعطوها لي أعطوها لي أعطوها لي دقيقة. حبيت تجي عند عمو يزيد؟ ها؟ حبيت تجي عند عمو يزيد؟ ايه تحبي عمو يزيد؟
شحال تحبي عمو يزيد؟ بزاف. واو الله يبارك. تقعدي مع عمو يزيد؟ ايه. هيا ديروا لها بلاصه. هيا ديروا لها بلاصه الشابه. اقعدي معي يلا. اذا احبائي واش رايكم نروحوا دركا؟ كاين اغنيه جميله 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 جدا نقول فيها هذه للاطفال اللي ما يغسلوش سنانهم بالفرشاة والمعجون. قول فيها طاح الليل والظلمه والدرسه توجع فيا. اي صفحه؟ صفحه 8. اذا صفحه 8 اللي عندهم الكتاب. يلا طاح الليل والظلمه والدرسه توجع فيا صفحه 8. يلا معايا كامل. هذه للاطفال اللي ما يغسلوش سنانهم بالفرشاة والمعجون. يلا. أي 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 طاح الليل والظلمة والدرسة توجع فيا يا بابا ويا ماما شوفوا اللي صار بيا ادوني عند الطبيب بديت نتقلق شوية والليلة راهي طويلة والحال يزيد عليا. يا ولدي ويا ولدي بالك صبر عليا حتى يطلع النهار ويبان الحال شوية والطبيب راهو نايم نايم نومة هانية. يا كنايا وصيتك غسل سنانك العشية. بالفرشات والمعجون اغسلهم مصبح وعشية وزيد تهلا فيهم تبقى سنانك قوية والسوسة ما تعرفهم تبقى دايما محمية. طاح الليل والظلمة والدرسة توجع فيا يا بابا ويا ماما شوفوا اللي صار بيا. أي الدرسة توجع. يا أحبائي يجب غسل الأسنان 3 مرات على الأقل في اليوم لمدة 3 دقائق وتغيير فرشاة الأسنان 4 مرات في السنة كل 3 شهور تغيروا الفرشاة. يا أحبائي يا أخي هذا وعد هذا وعد. واش رايكم دركا؟ كاين اغنيه جميله هي حوار بين الاب ووليده. واش يقول له بنته ولا ولده؟ يسقسيه يقول له يا ابتاه يا ابتاه قل لي معنى الاحترام. واش يقول له باباه؟ يقول له يا ابني فمعناه في سنتنا والاسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألما وعجوز نامت والصبي. إذن أحبائي الاحترام أي صفحة؟ الاحترام أي صفحة؟ 9 اللي عندهم الكتب صفحة 9 الاحترام. يا أبتاه بسرعة تغنوا كامل معايا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. ومن بعد سمعوا عمو يزيد وش يقول لكم وش هو الاحترام. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. يا أحبائي الاحترام مهم جدا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا
حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. الاحترام مهم يا أحبائي. إذن يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. صح كامل تغنوا. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، هيا وفر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وفر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام. يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. شكرا 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 شكرا. إذن الاحترام مهم جدا يا أحبائي. واش رأيكم عمو يزيد رح يبقى هنا؟ تنادوا معايا كامل على عمو مراد باش يجي يمتعنا بألعاب الخفة.
اليوم رانا هنا باش نتعلموا أشياء من بعضنا بعض، نتعلموا الاحترام، نتعلموا كذلك المعاملة مع الغير. أحبائي الدين المعاملة، لازم المعاملة، لازم الاحترام. يا أخي واش رأيكم دركا؟ كاين أغنية جميلة عمو يزيد يحبها بزاف، قل فيها صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، باش تغنوها معايا كامل. اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. يلا تغنوا كامل معايا صباح الخير مدرستي. لا 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 لا. صباح الخير يا مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. انتهت العطلة الصيفية، أيام الراحة كدا والنوم، عشنا أوقات هانية، عدنا لك لطلب العلم. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. اشتقت لك من الأعماق، ما فرقت مخيلتي، اشتقت لك اسمي ورفاقي وكذا لقاء معلمتي. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب. لا 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 لا. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العمل الجديد بالجد والاجتهاد. فلا زال هناك مزيد لكسب العلم يا أولاد، فلنبدأ العمل الجديد بالجد والاجتهاد. صباح الخير مدرستي، جئنا ندق عليك الباب، اشتقنا لك يا غاليتي ورجعنا من بعد غياب.
شكرا. اشتقت لك من الأعماق. أحبائي أحبائي، راه يقرب العطلة، وفي العطلة كاين شيء مهم نديروه اللي عنده الفرصة، أنه يروح اللي عنده جده ولا جداته ولا في البادية، يروح للمزرعة. نتعلموا عدة أشياء، حوايج بزاف في المزرعة. عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها المزرعة، أي صفحة أي صفحة أي صفحة المزرعة، المزرعة المزرعة 27. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أبتي، خدني معاك خدني معاك، حان وقت العطلة، خدني معاك خدني معاك للمزرعة. تغنوا كامل معايا صفحة 27 27، يلا كامل تغنوا معايا، خدني معاك يا غالي يا أبتي، يلا. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أبتي، خدني معاك خدني معاك، حان وقت العطلة، خدني معاك خدني معاك للمزرعة للمزرعة. جدي معه جدتي، ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. جدي معه جدتي، ما أحلى هذه اللمة، وأمي وأباتي إخواتي رضا وبسمة. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أباتي، خدني معاك خدني معاك، حان وقت عطلاتي، خدني معاك خدني معاك للمزرعة للمزرعة. جدي يهش على الغنم بعصا في يده اليمنى، والكلب معه يجري والطير فوقه غنى. جدي يهش على الغنم بعصا في يده اليمنى، والكلب معه يجري والطير فوقه غنى. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أباتي، خدني معاك خدني معاك، حان وقت العطلة، خدني معاك خدني معاك للمزرعة للمزرعة. جداتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار، وتعين جدي في الحقل، تحلب معه الأبقار. جداتي ماذا تفعل؟ تطبخ أكلا على النار، وتعين جدي في الحقل، تحلب معه الأبقار. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أبتي، خدني معاك خدني معاك، حان وقت العطلة، خدني معاك خدني معاك للمزرعة للمزرعة. هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار، فصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار. هيا هيا مع جدي وهو يسوق في الجرار، فصباحا يحصد أرضا ومساء يسقي الأشجار. شكرا. ومساء يسقي الأشجار. خدني معاك خدني معاك يا غالي يا أبتي، خدني معاك خدني معاك للمزرعة. أحبائي، أنا قرب نلحقوا للحظة اللي ما يحبهاش عمو يزيد، هي لحظة الوداع، ماهيش بعيدة بزاف. نوصلوا الحفل نوصلوا الحفل، خلاص نزيدوا شوية. أسرتي لما نلتم، أي صفحة أسرتي أي صفحة؟ أطفال 19 19، برافو برافو، من فضلكم اللي عندهم الكتب صفحة 19 تغني معايا، أنا نعس فيك. أسرتي لما نلتم، فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، وإخوتي ما إخوتي ما أحلاهم. برافو، يلا تغنوا كامل معايا أسرتي لما نلتم، قاعد تغنوا، يلا كامل. أسرتي لما نلتم، فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم. أسرتي لما نلتم، فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه، إخواتي ما أحلاهم.
دربي يا أحلى ما في الدنيا حبك ساكن لي قلبي ساكن روحي وعيني أمي نورتي دربي يا أحلى ما في الدنيا حبك ساكن لي أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها بابا يا أغلى الآباء حياتي تحليها لما ترجع في المساء هي الدنيا وما فيها أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما إخواتي يا هنايا معاهم أحلى لما يكونوا معايا ما تغيب الفرحة يوما أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم أسرتي لما نلتم فيها فيها أغلى أم وأبي ربي يرعاه إخواتي ما أحلاهم الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا الله يجمعنا يا رب في الدنيا ويهنينا يا ربي ويلم الشمل ويرعانا ويحمينا أحبائي وش رأيكم نطرح عليكم سؤال تحبوا الأسئلة وتحبوا الهدايا برافو الهدية للشاطر الهدية للشاطر راح نطرح عليكم سؤال صعب في أي سنة مضت الجزائر ميثاق حقوق الطفل En quelle année l'Algérie a ratifié la charte des droits de l'enfant à l'ONU في الأمم المتحدة وعلى معليش في شهر ديسمبر سهل نقصت عليكم ما يقارب 334 يوم بقاو لكم 30 وقتاش واسمك عمار عمار شحال في عمرك عمار 15 سنة وقتاش الجزائر مضات ميثاق حقوق الطفل 1990 اليوم في ديسمبر هذه أنا قلتها هذه تاعي أنا ندي الجائزة معليش وليدي شكون يعرف أي يوم 15 لا ولكن 31 ناس ما تخدمش 31 لا 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 شحال مش سمع مليح 19 حقيقة يوم 19 ديسمبر خليه يطلع تعال أروح بالعقل يلا تعال أروح تعال واسمك ولدي محمد الله يبارك شحال في عمرك محمد 12 يوم سنة إذن وقتاش الجزائر مضات ميثاق حقوق الطفل في الأمم المتحدة؟ 19 ديسمبر 19 ديسمبر يا أحبائي شفوا عليه أي سنة؟ 2014 تعرفوا؟ أي سنة؟ 1440
940 لا لا كنا مازال الجزائر ما استقلتش يا احبائي. ألف وتسعمائة وعشرون لا لا 90 ما كيش بعيدة بزاف. معليش هو في 1992 يا أحبائي، ولكن دخل حيز التنفيذ 8 ماي 1993، ولكن انتم عقلوا على هذا اليوم اللي هو 19 ديسمبر 1992. أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو. إذن محمد راعي هذا الحفل وراعي برنامج عمو يزيد شيبس مهبول يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها إن شاء الله. العفو العفو وليدي تفضل. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. شكرا عمو يزيد، دل أفضل حفلة. شكرا عمي يزيد كما جاء المدينة تاعنا فرحنا. شكرا لعمو يزيد اللي جانا في ولاية سطيف، فرح لولاد عين زال وفرحوا به كل ولاد، وإن شاء الله يجي المرة الجاية ويقدم مسرحية أخرى مثل هذه. نشكر عمي يزيد اللي جانا مدينة عين زال ولاية سطيف وفرح الولاد الصغار كل، ونتمنى له إن شاء الله طول كل النجاح. أشكر كل من ساهم في هذا الحفل من قريب ومن بعيد. شكرا عمو يزيد. شكرا عمو يزيد اللي جا العين زال وفرح كامل دراري. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.